اطلعي بره واقفلي الباب. مستر مراد في اوراق مهمه. بره. ايه مراد؟ مين؟ وديتها فين يا مصطفى؟ هي مين؟ عملت فيها ايه؟ في ايه؟ هي مين يا مراد؟ كرمة لو اذيتها انا هضيعك، قول لي هي فين؟ ما سبناها في الهنجر انا وانت لما كنا سوا. في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انت عارفه كويس. ما كانش لازم اسيبها معاك، انت بالذات انا رحت ما لقيتهاش. يا مراد مش كده، ايه ده؟ طب خلينا نتكلم دول. مش حاجة غير لما اعرف انت عملت فيها ايه. يعني هعمل ايه يا اخي؟ الله يعني هقربها ولا هخلص منها؟ ما انت عارف ان انا يمكن اعمل فيها حاجه ايه لما نتاكد من الحقيقه. انت نفسك قلت انها ممكن تكون بنتك. وانت ما همكش كلامي وعملت اللي انت عايزه. يعني عملت فيها بس عايز فيها ليه؟ فهمني. عشان انت كده هو ده اللي بتعرف تعمله. اطلع هي فين؟ مراد العصيب يرضيك. مصطفى في ايه؟ مسكين في بعض كده ليه؟ في ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ لا أنا عايز أفهم. فاهمها مصطفى بيه، فاهمها. في إيه يا مصطفى؟ بعدين، بعدين أسفة هشرح لك كل حاجة. مانيش اعرف انت مين. طالما خدت حقي يبقى نفارق بعض المعروف. بس انا يهمني تعرف ان مين. انا بنت زينب مختار بنتك. ما تصدقهاش يا مراد. انت ايه؟
دي بنت نصابة ودخلت تمثل علينا، جاية تمثل تاني دلوقتي وتقول إنها بنتك. ولو هي بنت بجد؟ لا لا مستحيل طبعا. هعمل تحليل دي ان ايه وتعرف اني بقول الحقيقة. انت اللي اخترتي كتر. يلا يا مراد. والله العظيم كنت عارفة انك راجع. لا انا جبت لك هديه وما كانش ينفع اسيبك من غير ما اديها لك بعد الكلام الفارغ اللي قلتيه. خفت. مصطفى صبري ما بيخافش بس ما بيحبش وجع الدماغ، عشان كده كان لازم اسكتك واريح دماغي واخلص منك نهائي. ايه؟ تقتلني؟ انت اللي اخترتي. هددتيني. مع اني كان ممكن احبك. انا كنت قربت خلاص يا كرم. بس معلش. يلا مالكيش نصيب. بس انا ما نسيتش الشويه الكويسين اللي عرفتك فيهم. عشان كده مش هخليكي تتعذبي خالص. هما بس يا دوب شوية وجع في الأول، لكن هترتاحي للأبد بعدهم. مع السلامة يا كرمة. مع السلامة. اديها الهدية.